في معرض الجلسات الحوارية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في العاصمة السعودية في الرياض، أقيم اجتماع عربي إسلامي وأوروبي بحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأهمية دعم حل الدولتين، بالإضافة إلى مسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 1967. وخلال ترأسه اجتماع تنسيقي تحت عنوان دعم جهود حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الرغبة الصادقة في تنفيذ حل الدولتين، مشددا على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته غير قابل للتصرف ويجب تلبيته. إن الظروف التي تجمعنا اليوم مفجعة، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر عن مقتل ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني وهجر 75% من سكان غزة، فأصبحت المجاعة واقعاً يعيشونه. إن الاكتشافات الأخيرة المقابر الجماعية في مدينة ناصر الطبية له أمر مروع لا يكاد يمكن تصديقه، وأنه يتم على وينم عن استهتار بأبسط المعايير الإنسانية وانفلات تام من العقاب. وأننا هنا نحذر بشكل لا مجال للشك عن الاجتياح المحتمل لرفح سيؤدي حتماً إلى كارثة إنسانية وعواقب وخيمة. وحذر بن فرحان من أن استمرار النهج العسكري الذي لن يخدم سوى المتطرفين سيؤدي حتما إلى زعزعة أمن المنطقة. إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة لا تزال خارج هذا الإجماع الدولي. إننا نجدد التزامنا مرة أخرى بالنهج الشامل لوضع حل نهائي لهذا الصراع، ونرى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو خطوة ملحة تضعنا على مسار موثوق وغير قابل للتراجع في تنفيذ حل الدولة. إن المساعي لإنجاح عملنا المشترك أمر ملح للإبقاء على الأمل للشعب الفلسطيني وطمأنته بأن تلبية استحقاقاته ممكن من خلال الحل السياسي، وأن في ذات النطاق تذكير جميع الأطراف بأن الأمن والسلام مرتبطان ولا يمكن تحقيق أحداهما. وزير خارجية النرويج إسبين بورث إيدي وهو أحد منظمي الاجتماع أكد بدوره أن هناك فرصاً لحل القضية الفلسطينية وعلينا أن نستغلها، والاعتراف بفلسطين كدولة هو أحد وسائل الوصول إلى السلام ونحن قريبون من هذا الاعتراف. Affects everybody. It's really on the top of the agenda in the global discourse. And the question of whether we are sincere about our principles and values and quest for peace is very much determined with how we deal with the drama in the Middle East. وأثنى الوزير النرويجي على الوساطة القطرية والمصرية للتعامل مع الأزمة، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة كونه أمر بالغ الأهمية. Disagree with those, not in this room but in other rooms, who say let's just stop the war and then see what happens. Because 6th of October, meaning the day before the 7th of October, is not the solution. Just going back to where we were isn't the solution, it wasn't the solution, it will not become a solution. We need to move forward from that. We need to see that this drama has to be met with a rejuvenated, reinvigorated path towards an irreversible path towards a settlement. In that comes the question of the security of Palestinians, the security of Israel, possible normalization with those Arab states who have not done it yet. وكان شارك في الاجتماع إلى جانب المملكة العربية السعودية والنرويج كل من فلسطين وقطر والإمارات والبحرين والأردن والجزائر ومصر وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا وسلوفينيا والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا وتركيا وفرنسا، وكذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.